أهلا ومرحبا بكم في الجزء الخاص بـ Rewriting Articles وبمعنى آخر هو إعادة صياغة المقالات. إعادة صياغة المقالات هو يعني فكرة تلخص عليك شيئين بالمقارنة مع كتابة مقال from scratch من البداية. يعني في عملنا على الإنترنت نريد دائما أن نرى مقالات ذات تفاعل جيد سواء على الفيسبوك او على مواقع اخرى من الانستغرام. عندما نجد موقع او مقال لديه تفاعل جيد نريد ان ناخذ نفس الافكار ونعيدها لكي نستفيد من التفاعل الذي لهذا المقال. فهذا يعني شيء جيد، ولكن هذا لا يعني ان يجب ان تضع الافكار كما هي. هنا سنتطرق الى كيفية التعامل وكيفية إخراج مقال جيد عبر إعادة الصياغة. هنا كتبت كما ترون a note on rewriting. Read the original article at least 3 times. يعني يجب قراءة المقال الأصلي على الأقل 3 مرات. يجب قراءته وإعادة قراءته لكي تفهموا المعنى المقال وما تريدون يعني فهمه من وراء هذا المقال. شيء آخر، ويجب أن لا نستعمل يعني tools أو software خاصة بإعادة الكتابة لأنهم موجودين، وأغلبية الأحوال يعني ما يقومون به هو بطريقة يعني روبوتيكية، يقومون بإعادة وضع كلمات أخرى لها معنى قريب، وفي أغلب الأحوال تكون نتيجة شيء يعني لا أجد الكلمات لكي أصفها. It's horrible. It's horrible. It's bad. It's bad writing. It's bad reading. يعني لا يمكن أي شخص أن يقرأ المقال المكتوب لهذه السوفتوير التي تقوم بكتابة بطريقة يعني أوتوماتيك. يعني هذا يجب أن تفعله بنفسك يعني بإعادة كتابة المقال. هنا سنتحدث عن أول شيء وهو إعادة تصنيف الparagraphs. إذا كان هناك يعني إذا كانت لائحة list article فيه يعني كما قلنا 10 أحسن 10 شواطئ في أستراليا، يمكن أن تحذف يعني واحد من هذه الايتمز وتضعهم بشكل مختلف عن المقال الأصلي. change it up to 9 top beaches، يعني 9 أحسن شواطئ في أستراليا، ولكن مكتوبة بطريقة أخرى، يعني في مكان best تضع top. هذا مجرد مثال. يعني 9 top beaches، يمكنك أيضا أن تحدث عن 7 شواطئ، أو يكون أيضا القول the nine most breathtaking beaches in Australia. يعني يجب أن يعني تضع أشياء مختلفة لها نفس المعنى. هناك عدة طرق لقول شيء واحد، وهذا يعني شيء جيد خصوصا باللغة الإنجليزية. الشيء الآخر هو بالنسبة لا للليست articles يعني اللوائح أو المقالات يعني ذات يعني طابع تعليمي خاص أو informational كما نسميها، يجب أن تتعامل معهم بطريقة أنك تريد أن تخرج شيء أحسن من المقال الأصلي. تريد أن تخرج أحسن بكثير من ما هو يعني من الأصلي، من المقال الأصلي، وهذا سيعطيك يعني قيمة مضافة لمقالك الخاص. فهنا إذا كان الأشياء يعني تظهر لك أنها ليست مكتوبة بطريقة جيدة في المقال الأصلي، يمكن أن تكتبها بطريقة أحسن. يجب إضافة أشياء مثل subheadings، يجب إضافة صور أحسن، وهو شيء جيد يعني مهم جدا هو أن تضيف صور مختلفة ولا تستعمل نفس الصور مثلا. إذا كنت تريد أن خصوصا إذا تعاملنا مع الأفليت ماركتين ونريد أن القراء أو الزوار للموقع أن يأخذوا يعني أكشن بعد نهاية القراءة، يمكنك أن تضيف يعني better call to action أحسن، يعني call to action بطريقة أحسن في آخر المقال.
وهذه أشياء ليست صعبة، لأنك ستأخذ فكرة وتقولها بطريقة أخرى، وهذا هو الجست، هذا هو الهدف وراء هذه الأشياء. ولكن نريد أيضا أن نضيف قيمة أحسن، وهي بالعمل على الفورمارين، تحسين الفورمارين قليلا، وإضافة سبهرينج، ويعني إذا كتبت أشياء جديدة، إذا أردنا أن نضيف أشياء جديدة إلى المقال، لأن ليس هناك أي مقال يعني كما يسمى perfect، وسنعمل على تحسينه بطريقة أو ما. سنظهر الآن الإكزامبل الأول أو المثال الأول. هنا لدينا 20 bob haircuts for fine hair. كما ترون هذا مقال خاص ب ما يسمى بالarbitrage أو viral websites. لدينا هنا يعني لائحة من 20 like 20 bob haircuts for fine hair. نرى أن هناك واحدة هنا، الأولى هنا edgy bob haircut. ما يمكننا القيام به هنا هو أن لن نبدأ به بهذا بالضبط، سنبدأ عندما نقوم بإعادة الصياغة سنضع هذا في رقم 5 أو رقم 4. cascading bob haircut blonde asymmetric lob. كما ترون يعني شيء سهل جدا، ويعني وضع صور جديدة وإعادة ترتيب الفقرات أو كل صورة وإعادة كتابة هذه. هنا قمنا بإعادة كتابة هذا إذا كان أجيب هذا الكاتب لم يقم بإعادة الترتيب هذه الفقرات، ولكن سنرى إذا كان قام بعمل جيد من ناحية كتابة الفقرة. Nicole Richie, check out Nicole Richie. She looks stunning with her mid-length bob hairstyle. You can also try this hairstyle for any special occasion. Nicole Richie decided to go with this mid-length bob hairstyle. You can also try this style this season. I bet you can. It can look as good as it on you. On Nicole, on you. Okay. At least هنا على الأقل لدينا مكتوب بطريقة أخرى. لكن نرى هنا يعني example آخر. Cascading bob haircut. Okay. لدينا هنا check out Rebecca Rumgen. She looks cute and adorable with her pale blonde locks. Okay. These pale blonde locks look so cute. Okay. يعني هنا طريقة جيدة. يعني هنا مثال جيد. كما ترون هنا. Check out Rebecca Rumgen. She looks cute and adorable with her pale blonde locks. Okay. وهنا نرى أن كتبت نفس الشيء بطريقة أحسن بنوع ما. These pale blonde locks look so cute on Rebecca Rumgen. هذا يعني قلنا نفس الشيء ولكن بطريقة أخرى. Her dress matches her hairstyle so well. Her subtle and pastel yellow dress complements her face. يعني هذا يعني مثال جيد. نرى هنا مثال آخر. Easy updos for short hairstyle. Try your pompadour. Okay. لنا أريد كانت مكتوبة يعني بطريقة جيدة هنا. Go for a small low bun. Quadro. هنا نرى أن هناك الكاتب يعني قام بإعادة ترتيب هذه الفقرات. Six geniuses with toothpicks. Oh, okay. ذهبنا إلى شيء آخر. Stick back. ولكن كما ترون هنا يعني لدينا يعني أمثلة جيدة لإعادة صياغة، ولكن الحفاظ على معنى المقال. كما ترون هنا ليس بالشيء الصعب يعني إعادة صياغة المقال، ولكن الهدف دائما يبقى هو أن يكون المعنى، الحفاظ على المعنى، ويعني تحسين طريقة الكتابة بشيء ما، يعني بإضافة أشياء أو نقصان أشياء ليست بالجيدة. يعني يجب تغيير بطبيعة الحال، تغيير العنوان، إعادة ترتيب الباراجرافس، سب هيدينجز، وإعادة وضع الصور، يعني وضع الصور جيدة. هنا كما رأيتم يعني الشيء ليست بالصعبة جدا، ولكن يبقى دائما الهدف هو أن يكون هناك قيمة مضافة للقارئ أو الزائر الموقع، وهذا شيء
ربما لاحظتم في جميع الدورات التي نتحدث عنها، هو أن الهدف من وراء هذه الأشياء كلها هو أن يكون لدى الزائر يعني تجربة جيدة في المعاملة مع في تصفح مواقعكم، لكي عندما يكون هو يعني لديه تجربة جيدة فهو بطبيعة الحال سيتعامل معكم إذا كنتم تريدون يعني بيع شيء، أو إذا أردتم الزائر أن يأخذ أو يعمل أو take action مخصصة. أتمنى أن تكون هذه الفقرة يعني واضحة جدا، وسنراكم في الفقرات القادمة إن شاء الله، وشكرا.